السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع اسمه بريكس لتنظيم المشروع بتاعك مع فريق العمل. احنا اتكلمنا عن الرود ماب وقلنا ان هو بيديك ان انت تضيف كل الستيج بتاع المشروع والعلاقة بينهم، وممكن تقسمهم لسبرينج زي ما الاجايل بيقول. وعندنا هنا ليست بالتاسكات والتوبكس اللي انت ممكن تحتاجها في المشروع، وعندنا هنا البورد بيبقى فيها المهام اللي لسه هتتعمل والمهام اللي احنا شغالين فيها، والمهام اللي خلصت تقدر تنقل من جزء لجزء. هنا بنلاقي الجزء الخاص بالتيبل بيبقى فيه كل التاسكات والتواريخ بتاعتها وتبع ان ستيج بالشكل دوت. دلوقتي بقى الفايلز. طيب الفايلز ازاي نرفع فايلز؟ اسهل حاجه ان انا وانا موجود هنا في الليست، سواء عملت ليست جديد او دخلت على ليست موجود، اقدر ان انا اعدل فيه، اعمل ايديت بحيث ان انا اضيف لي فايلز. يعني مثلا وانا بعمل كرييت توبكس واسمي دي مثلا ارت، واسميه مثلا اسم كويس مثلا موديلنج، وده تكتب ديسكريبشن التيم اللي هيشتغل بيه. وبعد كده بقى هتقول له مثلا ده في اني ورك فلو، الوقت اللي المفروض هياخد قد ايه، الستيج بتاعته، البريوريتي، السبرينج، مين الشخص اللي هيعمله، الباكج، التاريخ. وهاجي هنا اقول له اتاش فايلز اور ايمج، لما دخل صور، لما اتاش فايل، او تربطه بامبت تمستين فايل بحيث ان هو هياخد الملفات اوتوماتيك. طيب وليكن مثلا هقول له ضيف لي صورة، بيقول لك انت عايز تضيف الصورة منين؟ ممكن تقول له لوكال فايل وتبدأ تختار صورة معينة، وليكن مثلا الفينكس رمز للنهضة من الرماد في نهضة علمية. ممكن كاميرا، تشغل الكاميرا، جوجل درايف، تربط بجوجل درايف وتحمل اللي انت عايزه، دروب بوكس، وان درايف، بوكس، جوجل فوتو، الانستجرام، ايفر نوت. تمام بتدي كده مثلا بتقول له اد، فيبدأ يضيف لك الصورة بشكل دوت. أو ممكن نضيف ملفات، ملف بي دي اف، أو ملف أي ملفات أنت عايز تضيفها. وليكن مثلا ملف في البي دي اف دوت، وأقول له اد، وبعد كده أقول له كرييت. دلوقتي بقى نروح للفايلز، هتلاقي الصورة موجودة هنا والبي دي اف موجودة هنا. ممكن تفلتر تقول له انا عايز اشوف حاجات خاصة بالجنرال وحاجات خاصة بالديزاين، ممكن ترتبهم بقى بالشكل دوت. ممكن.